لاتيني. سهل. الحجر ولا حجار؟ وعلى الحارة حطينا حطينا حطا وبلا حطينا كتسدو اخوتي، ولكن طلعت الحجرة كبيرة. تعاونوا عليها. الله سلاو سلاو. السلام عليكم الاصدقاء، واش اخوتي واش اخواتي كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سموحه تعطلت عليكم شويه. المهم الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد وفي تحدي جديد وفي مغامره جديده اخوتي. وشكرا لكم اخوتي على التعليقات ديالكم الرائعه اخوتي وخواتاتي. ديما تنسى المهم فاش كنقول اخوتي راه كنقصد بها كلشي. المهم شكرا على التعليقات ديالكم الرائعه ومرحبا بكم في فيديو جديد في الطبيعه هذه الرائعه وهذا المدى اخوتي. اللهم بارك. المهم هذا الفلوق هذا غيكون شي حاجه تاريخيه وشي حاجه ديال ناس ايميل شيل، وانا نيت من الناس ديال ايميل شيل. المهم اخوتي غنديروا واحد الاكله ديال ايميل شيل، صافي ما بقاش حتى الدار بحال قلتو نقارضات اخوتي بهذا المعنى هذا. غتكون شي حاجه سبيسيال. المهم هذه الاكله هذه غتكون في حجره، وغنجيب واحد الحجره جبتها معايا. المهم غتشوفوا داك الشيء كامل ولي تقاو نبداو التحدي ديالنا اخوتي. ضربوا لي اخوتي على الطبيعه اللهم بارك. وهاد المره ما جيتش اخوتي بوحدي، هاد المره ديما تنجيب بوحدي، هاد المره جيت معايا خويا. خويا اش اش بان لك نعومو خويا اش خويا لوحجيج دريس، خويا دريس اخوتي. المهم جا معايا الملاقب بلوحجيج اسيد. المهم جينا لهاد البلاصه هادي ودابا اول حاجه شمنا نعومو صاحبي كيخربق شهر ثلاثه وقال لك نعومو. المهم اخوتي بلا ما نطولوا عليكم، اول حاجه غنديروها دابا هي نجمعوا الحط باش نجعلوا العافيه. المهم اخوتي بلا ما نطولوا عليكم غندوزو دابا نجمعوا العويدات ديالنا حيت هادشي غيبغي العافيه بزاف بزاف. بيس. المهم الدراري قبل ما نهزو شويه العواد بان ليا البلان ما جاتش، ما كايناش شي بلاصه فين نشعلوا هنايا. غنعمروا دابا شويه الماء من هاد الماء الرائع، غنوريكم منين تيجي هاد الماء. المهم غنعمروا شويه الماء باش نطلعوا للفوق. غنطلعوا للفوق اخوتي تما فين غنريقلوا الاكله ديالنا حيت هنا ما كايناش شي بلاصه مقاده زعما. المهم نعمروا الماء ديالنا بسم الله. الله هانتوما الدراري شوفوا اللهم بارك. هاهي دابا هادي باش تيسقاو، كيتجمع ليهم الماء هنا باش يسقاو الجردة ديالهم، كيطلقو الماء من هاد البلاصة هادي، والماء جاي من هنا. شوفوها الماء جاي من هنا 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 هنا. شوفوا فين جاي اخوتي، شوفوا اللهم بارك. شو غنزومي عليكم، شتو اللهم بارك الدراري. أو ليتس جو نطلعو للفوق، بالت لي هاديك البلاصة ناضية. غنطلعو ليها اخوتي ونتلاقاو تما. بيس. المهم الدراري ديك اللعيبة علاش طالعين غنوصلو ليها غتشوفوها مزيان. قال لي السي إدريس قال لي هاديك دابا كتكون في القمة، باش لا جاو كانوا الناس تيسكنو تما، باش لا جاو زعما الشفارة ما كيطلعوش تيشوفو مول الدار زعما، ويبقى يضربو كيكون الكلب ينبح الكلب وتيبدا يضربو تما كنقولو ليه بش العائلي هذاك اللي تدور تدير فيه الحجره وكتضرب ماشي المقلع. هادشي اللي قال لي الدراري وقال لي ولا شي ضاريح، قال لي اما هادشي اللي قلت لكم دابا ولا شي ضاريح. هادي هي الحياه ديال الناس القدام. ها واحد الجبل اخوتي لهيه فيه الثلج ولكن كيبان بحال لا قريب، كاين بعيد علينا بزاف مسافه طويله. شوفوا فين زعما الا طلع شي حد، شوفوا فين كاين وشوفوا داك الدار ولا الضاريح، شوفوا فين كاين اخوتي باقي الفوق. المهم تلاقاو تما عييت. واخيرا الدراري ها هو شتو كيبان من التحت صغير ولكن كبير. شو اللهم بارك. راه طاح دابا كاع هادشي، هاد الحجر كاع طاح في الاول. ها انتوما الدراري. المهم حنا
غنشعلوا العافيه هنا، حيت الا شعلنا العافيه لداخليا كماشي شي ضريح ولا شي حاجه. شوف شي واحد الله هنا، اللهم بارك. او يا البلاصه من جينا خوتي تحت السيد دريس، نشعلوا العافيه هنا الظل والبلاصه مزيانه، حيت شي حد شعل فيها نيت قال لي هو نشعلوا الداخل. واه فين غنشعلوا؟ صاحبي انا احسن. المهم غنزلوا عند السيد دريس. او الحاضر الله، هو ما حنا دابا تنوجدوا في العافيه، والله يحضر السلامه مع هذا مع دريس، هذا مع مولاي دريس ما عرفنا واش ضريح ولا المهم شي وحده في الجوج، يا ضريح يا شي واحدين كانوا ساكنين هنايا. المهم غنوجدوا العافيه الدراري باش نلوحوا الحجره ديالتنا. كما تشوفوها هي العافيه ديالنا، الحمد لله شعلناها، والحجره خوتي غنلوحوها دابا تسخن باش غنخدموا عليها. المهم غتشوفوا كل شيء في الاخر. المهم دابا الحجره نقيتها في ديك داك الحوض، داك الحوض اخوتي ما عرفت سميتو بالعربيه، المهم الشلحه سميتو طافدنا. المهم غسلتو مزيان اخوتي، خاصكم تغسلوه مزيان مزيان، راه غسلتو دابا غنلوحو يسخن يسخن مزيان، غير ربي السلامه ما يطرطقش، يا ربي يكون من داك النوع اللي ما تيطرطقش. المهم حنا مقاتلين، المهم غنلوحو دابا اخوتي يسخن باش نمشي ندوز نوجد العجينه. بسم الله يا ربي السلامه. هانتوما الدراري اللهم بارك، خاصكم تكثروا العواد العواد، شوفوا شحال جبنا عاوتاني. المهم نبقاو نزيدوا العواد 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 باش ديك الحجره تسخن لينا مزيان، ولكن واحد الحراره هنايا اخوتي ما يمكنش، كيجي واحد الصاد من ديك العافيه راه ما يمكنش اخوتي الحراره. ولكن اجمل حاجه هي هاد الكليسه هادي هنا فين غناكلوا الطبق ديالنا اللهم بارك. ودابا غندوز لهاد الظل، هذا راه الحراره، غندوز لهاد الظل راه دابا ود العصر، وهنا كيكون البرد المنطقه ديال الثلج اخوتي، ولكن الحراره. المهم دابا غندوز لهاد الظل هذا باش نصايب العجينه ديالتي ديالتنا، ياك السي دريس؟ غنصاوبوا العجينه ديالتنا. بيس شوفوا العافيه اخوتي، شوفوا العافيه ناري. المهم الدراري جبت واحد الليزار انايا غنفرشوه، ولكن بان لي احسن نجلسو على الارض نيشان، حيت هنا كاين شويه الربيع مزيانه الحاجه الطبيعيه، اش بغينا حنا شي زار. هانتوما اخوتي، اول حاجه السمن، السمن الحر اخوتي، داك السمن الحار الحار الحر. وهنايا البراد ديالي الموقاتي اخوتي، هنايا الطبسيل ديال الحديد فاش غندوبو السمن، كاينه الحراره وما دابش باش الله اعلم. داك السي دريس الله يلا باش الله اعلم. وهنايا اتاي نسيت السكر ناري، والله يلا نسيت السكر السي دريس. واه غنشربو اتاي ديال الصحراوه، معليش اخوتي غنشربو اتاي نورمال حار، والله الا مش، ولكن شوف فاش تقول مشكله وتبدا تسخط ما مزيانش، خاص تقول قدر الله وما شاء فعل. داك ما نجيبو السكر ويموت لينا السي دريس هنايا. المهم اخوتي كضحك، اجي يا صاحبي بان معايا. المهم اخوتي غنجيبو سميتو غنعمرو اتاي بلا سكر، ها هي الدنيا هانيه مزيانه فيها خير ما تعرف ندوقو، ياك من بقاو شي مذاق في شكل هنايا. حل لك السي موسى اش بينا هو واحد صايب ليك السكر. حاجه اخرى جبت غير كاس واحد، ديما كنجيب جوج لا نتلاقى مع شي واحد سارح ولا، وفاش جيت معاك جبت سبعه واحد صافي نتشاركوا في واحد. وهنايا الطحين ديالنا اخوتي، لا لا حاجه دقيق هذاك دقيق الطحين. وهنايا اخوتي سميت الفرماج، هنا اخوتي كاينه الخميره، تعش من الخميره، كاينه الخميره عندنا الزمان، هنايا الملحه اخوتي الملح، وهنايا الازار ديالنا، ولكن بلاش لوح لهنا. وجيب ليا هنا الماء، جيب ليا ولا شي الليمون، جيب ليا عادي غناكلوها نبردو. الله دابا خوتي اول حاجه غنغسلو الطبسيل باش نخلط العجينه. بسم الله خاص نجيب هاد الطبله. شوف 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 نقول لك دينا بحال كي كتوري داك تقرصك عقلتو اخوتي في الفيديو اللي فات، شو ما تقرصني العقرب تبقى تشوف من تحت وشنا.
صاحبي حيتام لهيه وجبتها لهنا هاكاك يا نهار شوف حياتي شوف ديري دابا الا بحال كتوريني وانا غادي نشوف يلا شوف تعلم بغا يتعلم اخويا بسم الله باش نقول لك سال الوقت زيديك اه ماستر شاف ماستر غادة باش نقول لك سال الوقت زيديك ماستر غادة وراندوق هكا كب لي انا عسله بعدا اليدين شويه نقتصدوا في ولكن كاينه العوينه نسيت كبكم النظافه من الايمان من الايمان الايمان صافي حبس دابا خوتي غنلو حط الطحين بسم الله اللهم بارك وزيد فيك غتاكل واحد الاكله ما عمرك شفتيها في التاريخ المهم انت شوف نقول لكم صافي فاش يشوف اخوتي ويحكم هانتوما الدراري اللهم بارك هو الطحين ديالنا سير على الله دابا غنكبوا الماء بسم الله تكت الماء راه سالا دقيق يا خويت كاع الدقيق ما خليتش باش غن كتفكروا زيد الماء زيد الدقيق زيد الدقيق كتفكر السي ادريس تخيل دابا كون كثرت الماء وصدقات العجينه رطبه وقعت لي واحد المره خوتي في داك المسمن اللي طيبت فوق الحجره في الجبل اللي تفرج غيشوف المهم غنخلي لكم الفيديو في الديسكريبسيون وطرا ليا بلان اخوتي شو علاش حيت ما خليتش الدقيق شويه ما طرا ليا حتى دابا حيت ما كنتش اكون كنت كنفكر اللوجيكا صاحبي بسم الله بسم الله اخوتي لا اله الا هو بسم الله بسم الله ناري 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 يا العيالات والله الا ناري يا اختي احسن من واحد انت صاحبي والله الا ناري بالله زيد والله الا كيتجمع كيتجمع المهم اخوتي هانتوما كما تشوفوا خاص العجينه تكون قاصحه ما تكونش رطبه خاص تكون قاصحه شتو ما كاينش حس الماء صافي ماشي مهم في الدلاك اخوتي ما بغاش تكون العجينه قاصحه المهم اخوتي فاش تسخن ديك الحجره غنديرو حجره الوسط هنا غتكون سخونه وحمراء ما عرفتش واش غتكون حضر الصراحه مو غتكون سخونه انفو نحطوها ونبداو نجمعوا في العجينه هادشي علاش خاص تكون قاصحه المهم غتشوفوا معانا كلشي خبز الحجر صافي دابا العجينه واش دات المهم اخوتي هي العجينه واش دات صافي غنخليوها دابا تتسخن الحجره مزيان ولكن بواحد البلان قالوا لي السي دريس قول لهم البلان نسى ما جابش الملح نسى ما دارش الملحه جابها ها هي ولكن ما دارهاش الخبز نسيت ما دارش الملحه خوتي العجينه ديالو قال لي يا سي دريس السمن راه فيه الملحه يعني بلا ما نديروها ولكن انا تفكرت غنديرها خوتي بحال الشكل ديال الزنجلان القريشلات غنديرها خوتي غنكبوها لهم بحال القريشلات من الفوق وما غاداش تصدق بهذه الطريقه بحال السكر لا زدنا دابا الماء غتطلع العجينه طبعا عرفتو شنو في بلاصه ما ندير الحجره غندير الملحه لداخل غيجي فيك واحد المورسو مالح وما هي الملحه خوتي درتها من الداخل او صافي بحال هكا صافي اخوتي زائد دابا غتجي شويه مالحه صافي خليها ناكلوها مسوس ونشربوا اتاي بلا سكر غاسير على الله المهم دابا العجينه ديالنا واش دات اخوتي غنغطيوها غندخلوها لهاد البراد هذا وغنكبوا عليه هاد الملحه غنغطيو عليه ودابا غندوزوا الحجره ديالنا نقلبوها واش سخنات ولا باقي المهم الدراري جيت دابا لهنا راه المود ديال الحراره والعافيه صافي طفات ولكن كاين الجمر كثير غنغطيو دابا هاد الحجره هادي باش تزيد تسخن مزيان وغنزيدو شويه د العافيه باش نتاكدو بلي انها سخنات ديال بصح باش يطيب لينا الخبز من الداخل ويطيب من برا المهم غتشوفوا الطريقه هربانه شي حاجه بحال هاد الحوايج ما خصهمش دابا ينقرضوا اخوتي حيت هادشي كيرجع غنزيدو نحيوهم اخوتي حيت هادشي ما خصوش ينقرض كيرجع للثقافه ديالتنا والتقاليد ديالنا العريقه المهم اخوتي غنزيد هذا غنزيدو كامل دابا غيزيد شويه غيشعل العافيه في هاد التحتانيين وغطلع للفوق وفاش غيطفى هذا خوتي غندوزو
ندوزو نخدمو الخبز ديالنا. بيس. المهم الدراري راه داك العود حيدتو راه تحرق فيه شويه دابا على ما اظن صافي سخن مزيان. دابا غنغطاوه شويه بالجمر. اوه غنغطاوه شويه بالجمر الدراري باش نتاكدو مزيان. ايوا نجيبو شي حجره بحال هادي نشوفو ياك ما فيها شي حشره غنحطوها هنا باش يبقى لينا الجمر ما ينزلش لتحت. دابا مزيان دابا غنخليوها الدراري تنتاكدو بلي سخن مزيان ناري الحراره باش نخدمو. صافي نخليه شي دقيقه بحال هكاك جوج دقائق ونخدم حيت صافي راه جبت دابا معايا العجينه ديالي صافي راه الحجره سخنات مزيان. سلام وسلام على رسول الله ويلا جا الى جا سيدنا محمد الله مع الجهل علي. عندك تصغرت؟ لا العائلات اللي كيصغرت خاص نصفر ولي مهم اخوتي الفتره الحاسمه اللهم بارك. انا حيدو الجمر والحجره ديالتنا سخنات الدراري. واو خاصني معلقه صاحبي ولكن بلاش واه يمكن الحجره كبيره من العجينه صاحبي ناري لصقات العجينه كاينه الحراره. شوفوا الدراري المهم غنحلوا العجينه مزيان بحال هكا الحراره صاحبي وغنديروا حطوا الكونتر بلاك هنا. اللهم بارك الدراري اسمحوا لينا الا ما تتبانش شي حاجه راه هذه الفتره واكلينا التراب كلينا حنا في الحمام غير ما شوف 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 خاص دابا نهزوا هاد الحجره خاص نهزوا الحجره ما تنهزها بالنسبه خاص نهزوها صاحب الناس القدامى الدراري كيهزوها دغيا واي ياي ياي الناس القدام صبر خاص نحلو مزيان هذا الشيء ولا صاحبي نهزها ليك بلاتي سهل الحجر بالحجر واه الحراره حطانا 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 كتسدو اخوتي ولكن طلعت الحجره كبيره تعاونوا عليها. الله سلام وسلام على رسول الله ويلا جا الى جا سيدنا محمد والله مع الجهل العالي. اي 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 سلام وسلام شتو الدخانه الدراري كتسخن من الداخل كطيم من الداخل سلام كتغطاو عليها تتسد كامله سلام واو واو من الداخل شوفوا التنفخات سلام سلام اللهم بارك اخوتي. دابا الدراري غنجيبو شويه الجمر غا شويه اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك كتحطوا الدراري الجهه فين درتوا الحجره وسخونه صاحبي شو 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 التنفخات بسم الله بسم الله بسم الله اللهم بارك بسم الله سلام سلام على رسول الله ويلا جا الى جا سيدنا محمد والله مع الجهل العالي. اي 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 وا الدراري ناري على احساس باش تجرب شي حاجه قديمه وكنتمنىكم تجربوا هذه اخوتي راه اللهم بارك. المهم دابا غنبقاو نشعلوا العافيه غنشعلوا ليها العافيه من الجناب ماشي الجمر شعلوا شويه د العافيه باش ما يدخلش لينا الجمر لداخل شتو كي كتنفخ باش يطيب لي هاد هاد الغيشه هذا الفوقاني يطيب شويه باش من بعد نشعلوا العافيه حيت دابا الا شعلنا العافيه غيلصق لينا الرماد هنا. عندك صاحبي الطرطق؟ لا لا هي كتنفخ صح شوكه هيا اللهم بارك خبز الحجره الدراري. المهم دابا غنشعلوا شويه العافيه من الجناب غنحيدوا هاد الجمر هادي الا تحرق نجيب العواد نجيب شويه العواد السي دريس. اللهم بارك الدراري اللهم بارك اللهم بارك انتما الدراري اللهم بارك اللهم بارك. هذيك اللعيبه اللي تقمنا اخوتي بغيت نسدها ما بغاتش شوفوا كي كيخرج منها البخار معليش اللهم بارك. المهم غنشعلوا دابا العافيه هنا في الجناب باش طيب لينا مزيان اللهم بارك. ناري كتحرق شويه الدراري من هاد الجهه الشمر
خاصش يكون الجمر بزاف. المهم غنشعلوا العافيه غنلوحوا هاد العويدات هادو باش طيب لينا من برا شويه. اللهم بارك. اش بالك السي ادريس في هذا الشيء؟ كيبان لي بنين من لهنا بعدا بلاتي تشوفوا مع السمن الحر. السمن الحر شي حاجه اخرى. صندوق ونرد عليك. رد عليا ورد على المشاهدين. الله شتي والله الا حسيت بواحد الاحساس اخوتي ما يمكنش. وباش تجرب شي حاجه صافي مشات ورا ناري 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 على احساس. كاينين جوج اخوتي كيداروا في المنطقه ديال ايميل شيل وتحيه للناس ديال ايميل شيل من هذا المنبر وتحيه لكم اخوتي كاملين. المهم كاينين جوج كاين سميتو كاين ابادير وكاين بحمو. ابادير هو درتو في اول فيديو في القناه ديالي اخوتي درت فيه هذاك ابادير. واه بحال كيتحرق هادشي ولا لا قلبو صاحبي. لا لا غير العواد. لا لا ما خاصش يتقلب خاص يبقى يطيب شويه بشويه. المهم اول فيديو اخوتي درت داك ابادير دابا جات الوقيته ديال بحمو. الله المهم دابا غنخليو هاد العويدات هادو يشعلو او في الاخر اخوتي غنوري لكم الشكل ديالو النهائي فاش غنحلوه وغنخرجوا الحجره والسمن الحر. كيكون من الداخل اخوتي فاش تتحيد الحجره كتلقاه من الداخل طابع عاوتاني من الداخل طاب من برا ومن الداخل واحد الشكل واحد الديكور في الداخل راه ما يمكنش. ناري الحمد لله. المهم الدراري ما نعمرو شي تكيكه عالميه بلا سكر. بسم الله بسم الله اللهم بارك. دابا نكبو غنديرو شويه د اتاي. بسم الله دير الماء دير الماء هو الاول. ما درتش الماء سخنا الدراري ولكن ماشي مشكل. غنزيدو شويه خوي كلشي يمشي باين شي حاجه راه كاين عيط غالي عيط. هانتوما الدراري راه قرب يطيب دابا هو اتاي ديالنا درناه ما علينا غير نتسناو سيطيبو كاملين. بي بس راه حيت دابا الخبز ديالي راه سخون حرقني اخوتي والله تحرقني حرقني في هاد الصباع هذا راه ناري باقي لحد الان كضرني. واتاي باقي ما طابش قليل ليه شويه الجمر ولكن دغيا غيطيب. ودابا غنخليو هذا باش نقدو نحيدو منه الحجر نخليوه يبرد شويه. المهم اخوتي غنخليوه يبرد شويه على ما يطيب اتاي وبيس ليكم. المهم غنديروه بعدا قبل اخوتي قبل غنديروا بعدا شويه السمن باش يذوب لينا شويه. آه ايوا دغيا تيذوب. شوف كون كان هذا الخبز بحال السمن ولكن ما غتكونش المتعه عاوتاني. صافي بركه خليوه دابا تا يذوب على خاطر خاطرو. سلام سلام على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد والله مع الشيخ العلي. السمن السي ادريس السمن اش داكشي اش داكشي السي ادريس. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللقطه اللي كنا كنتسناوها كاملين الطابله ديالنا اللهم بارك. والحمد لله اخوتي الحمد لله كنشكر الله على هذه النعمه هذه والله تعالى. البساطه اخوتي جدادنا كانوا كيعانيو بزاف. المهم كب لينا السي ادريس قبل ما ناكلو حطيت ديك هنا اقسم بالله اقسم بالله ما نزلت الماكله. هذاك الشيء كيدار السي ادريس في الدجاجه وكيقول لي دابا انا داك الشيء في الخبز واخا راه هذا احسن من اي حاجه. وما بغاش تسخن اخو ما بغاتش تبرد اخوتي من قبيله. يلا السي ادريس توكل على الله كب لينا الدكيكه. بسم الله افتح يا رزاق. سبعه الدغمات غير كشكوش سبعه الجغمات غير كشكوشها سير. ها ايوا الكشكوشه مشكل بلا سكر ايموضين صافي بلا سكر ايموضين الدراري كتعني بالعربيه. مي تقال ايموضين شنو هي ايموضين بالعربيه؟
زعما بغيتي شي واحد مريض مريض صافي بارك السيد كيعاني من واحد المرض غنتوك لا سبق انت دوق انت هو الاول يا ضروري بالله كاش ضروري صافي دلك نقلبوه ونزيدو نقلبوه يلا سير راه دابا انا اللي غنكب باش تشوف الدكيكه العالميه هانتوما خوتي دكيكه عالميه بسم الله اللهم بارك راه ندوق واش نرد عليك وخصني ندوق من هذا الخير بسم الله بلا سكر بسم الله والله لا ضبطها من ديان حارة الدراري والله تا حارة اتاي هذا حار حار ولكن واخا كاك غنشربوه بسم الله وما كيتقبلوش لاخرش غتشرب بزز باش كنصبطو بسم الله اخوتي بسم الله اللهم بارك اللهم بارك يا ربي يا ربي نسيت ما جبتش مع الموس يا ربي بسم الله بسم الله دابا المشكل اللي درت اخوتي هو انني صغرت كبرت الحجره وصغرت العجينه وهذا الشيء علاش لصقات ليا شويه ماشي لصقات ولكن صدقات رقيقه باقي الحجره سخونه اخوتي خاص دابا نلقى ليها هانتوما الدراري هانتوما الدراري اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك الحجره دابا سخونه صاحبي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فين يبان شي المسمم وفين تبان شي الحرشه سخونه 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 هانتوما الدراري هانتوما الدراري بسم الله بسم الله شدنا السي ادريس بسم الله شويه بسم الله ديك الملحه خوتي اللي درنا ليه وصدق مالح والله حتى صدقات المهم الا نسى شي حد فيكم الملحه ماشي مشكل يديرها بلا ما يعاود زيرو هادشي اخوتي والله حتى ناضي بزاف المهم هانتوما الدراري اللهم بارك هانتوما ها هي الجهه فين درنا الحجره ها هي من برا شو اخوتي من الداخل طاب بسبب هاد الحجره هادي وفينا هي بزز ما حيدناهاش اخوتي وانتوما كما تشوفوا من الداخل شتو الحجره هانتوما تفرست دابا رققت العجينه ما راه غنحيد الحجره وغيكون واحد الديكور لداخل بحال شي غار المهم اللهم بارك ها هو اخوتي من برا والجهه ديال الحجره هي هادي واسم الحر اللهم بارك وما غيدوق السي ادريس وغايقول لكم الراي ديالو دوق السي ادريس من هاد الطرف هذا بسم الله بسم الله دوق السي ادريس قلنا لك زعما داك الطح خدا داك الرطب ناري ناري شهيتيني ناري 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 بلا ما تكذب على الجمهور راه نورمال انا كنتقبل اي راي قولي لي اني تاخوتي الراي ديالكم في التعليق وكنتقلب كنتقبل اي راي كنحشناش الكبار ياكلوه علاش السنان ما عندهمش السنان الشباب الشباب ناضي المهم كيجاك بالروج ولا دابا بلاك دو والله الا ناضي واعر ناضي راك كاين وتحيه للناس اش المنطقه تحيه ليكم كاملين تحيه لي تحديد دو هما صحاب هذا الخبز هذا اللهم بارك بسم الله على بركه الله دابا غناكلوا اخوتي على خاطرنا بسم الله هذا السم الحر الدراري بسم الله هربان ما يمكنش ما يمكنش المذاق ديالو ما يمكنش شي حاجة ناضية المهم اخوتي وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد وفي تحدي جديد وفي مغامرة جديدة وما تنساوش تقولوا لي الرأي ديالكم في باحمو سميتو باحمو اخوتي بالشلحة وشي كلمة خايدريس
المهم دات من غداوني يعجبو يتغنان يعني كيت موسى هادي غدر عاش ثاني مزيغ يلشين موسى ميدلا ثاني مزيغ باينات تحير امازير. المهم المهم اخوتي قال لكم اسمح لي قطعت عليك الهضره قال لكم ندوي بالشلحه نشوف واش كاينين شي امازيغ في لاشين ديال موسى زوق امازيغ ضروري هاد الامازيغ نتحديد جاي. المهم اخويا نجلس معاه. المهم قال لكم سمعوا لواحد النويطه سير اويدي يوفن يا نغرف ودي يا واتي زنزالي صغر روجي وين حب يا اويدي يوفن يا نغرف ودي يي تحيه لكم. المهم اخوتي تبارك الله على خير دريس. مهم اخوتي يوما المسائل ديالنا هنايا الصك ديالنا واللعيبات مهم غنزلوا لديك البلاصه غنغسلوا هذا الشيء وغنتحركوا وبيس ليكم اخوتي نتلاقاو في فيديو جديد وتحدي جديد بيس. يا